دلوقتي هنروح لدينا شرف عشان تطمننا على حالة طقس النهاردة ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. فعلا تعالوا مع بعض نستعرض معكم الأرصاد الجوية بالتفصيل. وبتتوقع النهاردة هيكون الطقس معتدل على كافة المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكمان هيكون دافئ على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون شديد البرودة، هيوصل لحد الصقيع على بعض المناطق زي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها طبعا من القاهرة والعظمى 20 والصغرى 10، الإسكندرية 19 10، مطروح 18 11، سيوة 19 6، بورسعيد 19 9، دمياط 19 11، إسماعيلية 20 10، السويس 20 10، العريش 18 10، طابة 17 14، وكاترين 14 0، وكمان شرم الشيخ 22 14، الغردقة 22 13، الفيوم 19 5، بني سويف 20 6، المنيا 20 5، أسيوط 21 5، سوهاج 22 5، قناة 24 9، الأقصر 25 9، أسوان 26 11، الوادي الجديد 23 9، شلاتين 24 13، وأخيرا حلايب 20 14. الجو مشمس ودافئ خلال الساعات الصباح، لكن خلي بالكم لأنه هيكون شديد البرودة مساء. برجع مرة تانية طبعا لمنة ومحمد علشان نكمل فقرات صباحية مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا جزيلا.